فيديو النهاردة لكل محبين قناة عصابة الكلاب والقطط، قناة مافيا دوجز اند كات. الفيديو ده مهم جدا لكل الناس اللي بتربي كلاب. ده الفيديو اللي احنا بنستناه من السنة للسنة بخصوص تصنيف الكلاب. المفاجأة المرة دي ان الكلاب مش هتتصنف من 1 لـ10 او من 10 لـ1، لا، الكلاب كلها محطوطة مش في تصنيف معين، يعني مش مترتبة، ودي حاجة اول مرة تحصل. تمام، يعني بمعنى اصح انت اللي يهمك انك تشوف السلالة اللي انت بتربيها في اهم واخطر واشرف 10 كلاب في العالم. المفاجأة التانية، الإحصائية اللي اتعملت 2022 السنة الجديدة مش على أشرس 10 كلاب في العالم بس، لا، على أشرس وأخطر 10 كلاب في العالم ينفعوا للحراسة. يعني بمعنى أصح العشر كلاب اللي هتشوفهم هتبقى 10 كلاب شراسة وحراسة، زي ما انتوا شايفين دلوقتي رقم 10 الدوجو الأرجنتينو، ودي أول مرة نشوفها السنة دي ان الكلاب ما تبقاش متصنفة من 1 لـ10 زي ما احنا عارفين، وما بتبقاش كمان متصنفة شراسة بس او حراسة بس، لا، متصنفة السنة دي جمعين ما بين الاتنين، الشراسة والحراسة. والدوجو الارجنتينو مش في المرتبة 10 زي ما كنا بنقول السنين اللي فاتت، لا، الدوجو الارجنتينو من ضمن اشرس 10 كلاب في العالم شراسة وحراسة. الدوجو الارجنتينو زي ما معظمنا عارف ان السلالة دي بتنتج في الارجنتين، وبتبقى الالوانات بتاعته ابيض بس، ابيض بس. ندخل بقى على العشب. زي ما انتوا عارفين ومتابعين القناة، ما ينفعش الروت فايلر يخرج برا اشرس واخطر كلاب العالم شراسة وحراسة. كلب فعلا ملوش حل، كلب متكامل من كل حاجة. زي الناس اللي متابعين قناة عصابة الكلاب والقطط عارفين ان ده كلب العشق بالنسبة لي. الكلب اللي بشوف ان هو ما فيهوش غلطة، فعلا لياقة بدنية من اقوى الفكوك اللي في العالم، قوة عضة الناس برة بتحكي عنها وعن قوتها. طيب بالنسبة للروت فايلر يا جماعة، الروت فايلر ده اصلا الماني، فمش معنى لما نيجي نشوف كلاب رود امريكي وفي ناس بتقول روسي وفي بص انا عايز اقول لك كمان في سيبيريا بينتجوا رود فايلر ملوش حل. الماونتن الاصلي بتاعه الماني، تمام. طب ايه الفروقات ما بين الدول دي؟ هعمل لكم فيديو مخصوص عن كلب الرود فايلر بالنسبه للسؤال ده، عشان ما نخرجش بره موضوعنا دلوقتي. زي ما انتم شايفين من ضمن اشرس كلاب في العالم شراسه وحراسه الدنوار، كلب الجريد دان. الجريد دان بينتج في بلدين، هو اصلا دنماركي، الكلب ده اصلا من الدنمارك لكن بينتج في المانيا. كلب ممتاز جدا، كلب حراسه رقم واحد مفيش خلاف عليه، كلب عنده غريزه الحراسه ممتازه جدا، لكن يتصنف شراسه وحراسه فدي انا مستغربه. عامه احنا مش هنعلق على التصنيف الدولي وهنخش على الكلب اللي ما بيتفهمش، الكلب اللي من سلالات الماستيف، كلب الكانكورسو لازم يخش من ضمن اشرس كلاب في العالم شراسه وحراسه. كلب انا عايز اقول لك يعني الكانكورسو لو بتفكر تشتريه اشتريه كده وانت مغمض. اي كلب من عائلات الماستيف زي الدوج الارجنتينو والكانكورسو كلب ملوش حل بجد، ذكاء وكلب ليه شخصيه زي ما انتم شايفين كده وليه هيبه بشكله الواحد. الكلب ده اصلا بينتج في ايطاليا وبيبقى من اشرس كلاب العالم ومن اخطرها فعلا. والغريبه ان في كلاب الكانكورسو او عائلات الماستيف رغم شكلها اللي انتم شايفينه اللي بيبقى شكله كمان على الحقيقه مريب جدا ومرعب جدا، ان الكلاب دي مع الاطفال حاجه غريبه جدا، يعني بص تنقاد بسهوله جدا وضعيفه جدا مع الاطفال، بيحبوا الاطفال جدا. فاي حد بيفكر يربي الكلاب دي مع اطفال انا بنصحه بيه وما يخافش. رقم 6 الهاسكي السيبيري. انا عايز اقول لكم ان الكلب ده جميل جدا، الكلب ده انا بحبه جدا، الكلب ده عنده طاقه عاليه جدا. كون ان يدخل كلب الهاسكي السيبيري السنه دي 2022 من اشرس واخطر الكلاب في العالم شراسه وحراسه فدي حاجه ممتازه جدا، لان الكلب ده يعني خرج من تصنيفات في سنين كتير قوي. طيب الكلب ده شراسه حراسه رقم واحد، شراسه الكلب ده بيبقى محتاج تدريب على انه يبقى كلب شرس جدا ويبقى كلب عدواني ويبقى كلب عدائي، فانت هياخد معاك مجهود ومش مجهود كبير لان الكلب ده ذكي جدا يعني من عائلة الولف. طيب الكلب ده انت عشان تعيشه هنا في مصر لازم تهيئ له المناخ المناسب، لان الكلب ده عنده طاقة عالية قوي، لازم تخرجه كل يوم. بس خلي بالك وانت بتخرج كلب الهاسكي لو مش محترف كلاب، او بمعنى اصح جايب الكلب وهو كبير، لازم تخرجه بليش، لان الكلب ده بيجري قدامه، بيجري المسافات بعيدة، يعني ممكن يتوه منك. الجيرمان شيبرد، الجيرمان شيبرد ما ينفعش يخرج من تصنيف اي سنة، يعني بمعنى اصح بيخش في كل السنين. وما شفت السنة خرج منها الجيرمان شيبرد من اشرس واخطر كلاب العالم شراسة وحراسة. انا ماليش بخت معاه قوي،
تمام، لان الجيرمان شيبرد بالنسبه لي هيبقى صعب في تربيته، لان هو كلب مزعج جدا، كلب بيهوهو عمال على بطال، الا مع تدريبات معينه احنا بنهدي الموضوع ده عنده، انما ده ما يمنعش ان هو من اذكى كلاب العالم. كلب ذكي جدا، كلب بيستوعب الاوامر من اول مره، الكلب ده اصلا الماني ومش عدائي. اللي بنصح بيه اي مبتدئ بيحب يربي كلاب او عايز يقتني كلب، ابدأ بالجيرمان شيبرد. كلب ما عندهوش عدائية خالص تجاه اصحابه او تجاه مربي الكلاب، تمام، يعني بمعنى صح كلب مطيع مش عنيد، وكلب ذكي جدا زي ما انت شايف كده في التدريبات. كلب بيستوعب الاوامر من اول من تاني مرة بكتير قوي، يعني مش هيتأخر معاك في التدريب. الكلب ده فيه منه نوعين، جيرمان شيبرد شو لاين وورك لاين، وعلى حسب ما انت حابب تشتري وبرضه على حسب امكانياتك. ندخل على كلب ريدجي باك. انا عايز اقولك للامانة انا الكلب ده ما كنتش اعرفه وما شفتهوش، بس بمعنى اصح انا سمعت عنه كتير قوي، فاضطريت ان ادخل اتفرج على فيديوهات لي، لقيت ان الكلب ده اصلا جنوب افريقي، ولقيت ان الكلب ده محبوب قوي جدا في جنوب افريقيا ومعتمدين عليه بشكل اساسي من ناحية الحراسة ومن ناحية الصيد كمان. الكلب ده بيعيش في مزارع جنوب افريقيا، وزي ما انتم شايفين كده بيبقى موجود دايما في الغابات. انا ما شفتهوش هنا في مصر وما شفتش حد بيربيه، بس انا عايز اقول لك ان هم هناك طالعين بالسماء، يعني هم هناك ما بيشتروش اي كلب، ما بيستوردوش اي كلب غير كلب الريدج باك اللي عندهم، بيحبوه جدا وما بيقدروش يستغنوا عنه. وعايز اقول لك ان هم بيسموه الاسد الافريقي، يعني عايز اقول لك ان بيسموا برضو الكلب ده صائد الاسود. انا مش شايف ان هو الحكم او بالشراسة او بالقوة دي، انا حاسه ان هو شبه الكلاب البلد اللي عندنا، يعني انا شايفه كده تمام. بس هم بيتكلموا عنه ان هو كلب بصراحة ان هو محترف صيد، كلب شاطر جدا في الصيد. الواناته ما فيهوش اللون الاحمر بس، واوقات بيبقى ليه ماسك اسود. ندخل على كلب شنايزر. الكلب ده اصلا الماني، كلب شنايزر ده اصلا الماني. الكلب ده انا شكله بالنسبة لي غريب قوي، يعني تحس اكنه كلب جروفون بس كبر شوية، كلب كأنه كلب للو كبر، كلب بقصة وبدأ. انا ما كنتش حابب شكله قوي يعني، بس فعلا عرفت وتأكدت ان الكلب ده اللي اتحط من اشرس واخطر كلاب العالم، لانه كلب شرس جدا وكلب عدائي جدا، كلب دموي لاقصى درجة وصياد ماهر قوي، يعني ما يغركش الدقن اللي مستخبي وراها دي. كلب بقصة وبدأ، هو كلب مش محبب شكلا شكلا بس بالنسبة لي. ومعرفش بالنسبة لكو، ياريت تكتبوا لي في التعليقات شكله بالنسبة لكو مألوف يعني ولا لا. الكلب ده ضخم جدا، بيوصل ارتفاعه للجريدان، يعني بمعنى صح بيوصل لل 80 و85 و90 سنتي كمان ارتفاعه من اول رجله لحد الكتف بتاعه. الكلب التاسع الدوبرمان. الدوبرمان من الكلاب البوليسية المنتشرة جدا في شرطة كل البلاد، تمام. الكلب ده ليه منتشر في شرطة كل البلاد؟ كلب سهل جدا في تدريبه، وهما دايما بيستعينوا بأسهل الكلاب اللي ما بتاخدش معاهم وقت في التدريب، ودايما الكلب ده بيتصنف لإما أول لإما تاني أذكى كلاب العالم، يعني بمعنى صح اللي معاه كلب دوبرمان عارف إن هو عنده كلب ذكي جدا وبيستوعب الأوامر بسهولة. الكلب ده لازم يتحط من أشرس وأخطر كلاب العالم، وكلب حراسة درجة أولى، على طول منتبه حتى وهو نايم، حتى وهو نايم أنت تعرف إن محدش هينفع يعدي من جنب البيت عندك من غير ما يبقى الكلب ده حاسس بيه. كلب صياد درجة أولى، يعني بمعنى صح عندك كلب شرس وصياد وكلب حراسة ممتاز جدا. ألوانات كلب الدوبرمان بيبقى الأسود والفون اللي هو البني والأزرق والأحمر، وعايز أقول لك في الأبيض كمان، بس الأبيض بيبقى نادر شوية. بس نصيحة مني لو هتشتري كلب الدوبرمان خرجه، على إنه عنده طاقة عالية جدا. ندخل على رقم 10، كلب التشاو تشاو. الكلب الصيني. الكلب ده انا عايز اقولك ان هو فعلا لازم يتحط من اشرس واخطر كلاب العالم من ناحية الشراسة، ومن ناحية الحراسة فهو كلب ممتاز جدا وبيستجيب بسهولة، لكن الفطرة اصلا بتاعته كلب اصلا شرس جدا وكلب عدائي جدا رغم صغر حجمه ده. طيب الكلب ده في منه الوانات كتير، في منه الابيض والفون والاسود كمان. طيب انا عايز اقولك ان الكلب ده من طبيعته ان هو دايما بيبقى منعزل وما بيهوهوش كتير، كلب هادي جدا وما بيهوهوش اللي عند اللزوم بس. وبكده احنا خلصنا اشرس واخطر كلاب العالم 2022. وعلشان تبقى عضو في عصابة الكلاب، انزل دلوقتي حالا اشترك في قناة عصابة الكلاب والقطط، قناة مافيا دوجز اند كات، واعمل احلى لايك منك للفيديو. اشوفك في الفيديو اللي جاي على خير، مع الف السلامة. Don't let go, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Ooh. I'll take you to the candy shop.